رامي متولي ومصطفى محمد، نزل من 4 جولات. سنين كانوا 2016، يعني بيرجع بعد 5 سنين من التوقف عن الملاكمة، بيرجع مرة تانية. رامي متولي أول نزال لي بعد توقف 5 سنين. مصطفى محمد عنده فوز وخسارة، عنده فوز على هاني خير، خسارة من عبد الرحمن، أو فوز على عبد الرحمن إيهاب وخسارة من هاني خير. طبعا رامي متولي هو خارج التصنيف العالمي الان بسبب طبعا 5 سنين توقف عن الملاكمه. مصطفى محمد عنده 712، او هو مصنف رقم 712 على مستوى العالم في هذا الوزن في الكروزر ويت، نزال وزن الكروزر ويت او وزن تحت الثقيل او متوسط الثقيل. استعد الانطلاق النزال الان مصطفى محمد. هنا 32 سنه مصطفى، عنده زي ما قلنا فوز وخساره. رامي متولي ولات هنا من رامي، طبعا الاطول هنا مصطفى، عنده طول مدى ذراعين ممتاز مصطفى محمد، لكن رامي متولي هو الاقصر، ولكن كده يعتمد على الدخول لوضع لكمات الان فايت. نشوف محاولات هنا من رامي مصطفى، محاولات هنا من مصطفى، اللكمات الطويله لعدم دخول رامي مره ثانيه. وان تو حلوة، جاب كروس ممتازة من رامي متولي، كمات الجاب والكروس من مصطفى مع دخول رامي. هنا شوف يعني تراقب من الملاكمين، جاس نبض من الملاكمين، مش عايزين يعني مفيش تسرع سواء من رامي او من مصطفى. طول مدى الذراع هنا لصالح مصطفى، لكن رامي الى الان عايز يدخل على البادي شوت مرة ثانية. هنا مجموعة لكمات من رامي ومن مصطفى. فاعلية الآن من الملاكمين، بداية الفاعلية هنا على الالتحام.
قوية من مصطفى محمد. واو وان تو حلوة مصطفى مرة تانية. ولا الدخول هنا. نهاية الجولة الأولى. جولة أولى تكتيكية من مصطفى ورامي. ثانية جولة أولى لو اتحسبت طبعا تحسب لمصطفى هو المسيطر لكماته الواصلة. هنشوف رامي هيقدم أو إيه اللي هيقدمه في الجولة الثانية. ولكن هنا دفاع على الجاب وضع 1-2. بداية تأثير هنا من رامي متولي. ولكن هنا ولكن لكمات الكاونتر أتاك الطويلة من مصطفى محمد حضرة. تم إهانة من مصطفى. حاولات هنا من مصطفى 1-2 حلوة من رامي. مصطفى دايما تقدم الان بشكل جيد. هنا 1-2 جاب كروس بادي شوت من مصطفى. تمويهات هنا من رامي لسه مش عايز يدخل الانفايت. الهجمات الداخلية استغل هنا. نعم كاونتر حلوة سكاونتر ممتازة من رامي متولي. هنا بيغير البوزيشن هوت يمين هوك. محاولات هنا من مصطفى. مصطفى دايما تحديث حلوة اليمين ممتازة. ولكن الكاونتر اتاك رائع من رامي متولي. لكمات الاثنين يعني لا تحمل القوة الكبيرة في وزن الكروزر ويت. بنشوف في الوزن ده قوة كبيرة من الملاكمين. والآن يعني ما شفناش لكمات القوية المؤثرة. هي لكمات تكتيكية أكتر. لكمات بوينتس أكتر. ولكن هنا رد من رامي بسرعة 1-2. يعني بانت الاستراتيجية كده بتاعت رامي متولي. الاعتماد على الكاونتر اتاك بيستنى لكمات مصطفى. يحط هو اللكمات المضادة. ولكن هنا من مصطفى مرة ثانية. اللكمات الطويلة. اللكمات الاستباقية. شوت يمين مع نهاية الجولة من رامي متولي.
العودة مرة ثانية. حلو التمويه بالجاب جاب من مصطفى ويحط اليمين حلوة الكروس بادي شوت ممتازة برغم طول مدى دراعين ولكن هنا لكمة مضادة من رامي متولي. حاولات مرة ثانية تمويهات هنا من رامي. بيفضل مصطفى هو اللي ماسك 11 في الرينج وبيتحرك كويس لكن اللكمات مش مؤثره بالشكل الكبير. هنا مصطفى محمد اللكمات الطويله واستفاده من طول مدى دراعين لمصطفى محمد لكن اللكمات المضاده مستني رامي دايما اللكمه المضاده. يا سلام حلوه هنا لسه ما كملتش الكلمه وبالفعل يمين مضاده حلوه كاونتر اتاك ممتازه من رامي متولي. هنا لو مصطفى يعمل فنت قبل او يعمل تمويهه نعم تمويهه شمال قبل وضع اليمين لان بيستنى رامي متولي يعمل الكاونتر اتاك على اليمين بتاعت مصطفى بنفس الطريقه لكن لكمات مش واصله بشكل جيد. تغيير البوزيشن هنا حلو بيفضل مصطفى هو اللي ممتلك للمنطقه الهجوميه دايما وهو اللي بيكون عند اللكمات الاستباقيه ولكن حذري من وضع اليمين مره ثانيه بادي شوت يعني كروس بادي شوت خلاص فهمها رامي متولي بيحط من فوق يمين زي ما احنا شايفين دلوقتي بيحط من فوق يمين سهله هتكون ملاكم طويل وتضرب كروس بادي شوت وانت واقف من غير ما تعمل ميل بالجزعه او عمل دوج مع اليمين بتكون اللكمه المضاده من الملاكم القصير سهله. حاول مره ثانيه تمويهات مستمرة من مصطفى ونهاية الجولة الثالثة. كالعادة بداية هجومية وامتلاك لمنتصف الرينج من مصطفى محمد انتظار دايما من رامي متولي لعمل هجوم مضاد. شوف هنشوف تغيير البوزيشن هنا من رامي اللكمات الطويلة ولكن اليمين طويلة حلوة من مصطفى بدأ يعمل فنت حلو بدأ يعمل فنت ويحط الوان تو بدأت لكمات هنا مركبة من مصطفى محمد بدأ يحط مجموعات أكتر من لكمتين مرة تانية
تمويهات هنا من مصطفى، حاولات من رامي وضع يمين كاونتر، ولكن مرة ثانية محاولة هجومية ثاني من رامي متولي. مصطفى محمد هنا محاولات مرة ثانية، اللكمات الطويلة لكمه جاب حلوة من رامي بتوصل لمصطفى. اليمين دايما بيحطها مصطفى في البادي، اليمين الطويلة في البادي دي ممكن تأثر بلكمه مضادة او لكمه كاونتر تيجي في الفك، يعني تحصل مشكلة. الى تغيير البوزيشن دايما من رامي، ولكن يعني بدون عنوان. تغيير بوزيشن يبقى لازم يكون في تكتيك معين هنفذه رامي، ما بيحصلش. هنا واللكمات الطويلة من مصطفى كالعادة، اللكمات الطويلة من مصطفى ليها يعني بتبعد رامي دايما عن الدخول للانفايت. حوالات هنا من مصطفى، ولكن لكمتين حلوين من رامي متولي، وان تو قوية من رامي متولي. لكمة مضادة يمين هنا من مصطفى، شمال بادي شوت يمين كاونتر ممتازة من رامي متولي. ونهاية الجولة الرابعة والمباراة، نهاية النزال. والنزال اربع جولات، ولكن هل هيكون في او تم التعديل؟ نهايه النزال مش اربعة. نستعد لانطلاق الجولة الخامسة. بداية الجولة الخامسة، وهنا شايفين تقدم في الهجوم من مصطفى. رامي دايما تراجع، ولكن لبحث عن هجوم مضاد كاونتر اتاك. لكمة هنا من مصطفى، برضو مصر مصطفى على اللكمة اليمين بادي شوت. هنا رد بالكاونتر اتاك حلوة من رامي. وان تو حلوة من مصطفى، ممتاز الوان تو جاب كروس من مصطفى محمد. محاولات دايما من مصطفى، اللكمات الطويله ولكن بنفس الاستراتيجيه، هجوم مستمر بلكمات طويله من مصطفى. هنا رامي متولي دايما بيدخل بيها اللكمات او بيستنى يعمل كاونتر اتاك زي ما احنا شايفين. هجوم مضاد ممتاز، اذا واضحه الاستراتيجيه للملاكمين الان. ولكن لما بيقوم او بيعمل رامي متولي الهجوم بيأثر في مصطفى، ولكن بيعرف يعمل مصطفى خروج بالقدمين باك ستيب. مرة ثانية لكمات الطويلة او لكمات الستريت، مجموعة لكمة حلوة من رامي ومن مصطفى.
تحرك ممتاز من رامي، طبعا بعيد عن المنافسه، بقاله اكتر من 5 سنين او 5 سنين بالتحديد. باي مين قويه، العوده بتكون مش سهله، بيكون اول فايت بعد التوقف عن المنافسات بيكون صعب عن الملاكم، وبيكون ايضا يعني الدقه مش موجوده بشكل كبير، ولكن اداء جيد الى الان. عوده ممتازه لرامي متولي. هنا المحاولات مستمره من قويه حلوه، ولكن كاونتر اتاك حاضر دايما. في اصابه هنا لمصطفى، تورم اسفل العين اليمين لمصطفى محمد. نهاية الجولة الخامسة، طبعا على نهاية النزال. الأخيرة في هذا النزال رامي متولي ومصطفى محمد. نفس الطريقة مصطفى يحاول عمل اللكمات الاستباقية، وإن لكمة يمين بادي شوت حلوة في البادي من رامي متولي. مرة ثانية بيدور عليها، ولكن مرة عملها تحت مرة عملها فوق. نشوف مرة عملها بادي شوت، مرة حطها كاونتر من فوق الايد الشمال لمصطفى بنفس الطريقة وبنفس الشكل. حلوة مصطفى هنا 1-1-2، حلوة من مصطفى محمد، ممتاز الجاب جاب كروس، ممتازة بتوصل بشكل جيد من مصطفى محمد. أفضل لكماته اللي بيحطها الجاب جاب كروس أو الشمال شمال يمين الطويلة. مرة ثانية بيبدأ بهوك مصطفى، بداية هجومية هنا سوينج يمين، ولكن رد من رامي. حاولات مرة ثانية من رامي هنا، حاول الدخول ووضع اللكمات الاستباقية هنا رامي، يعني ما قدمش هجوم صريح رامي. هنشوف هنا في الجولة الأخيرة وفي الثواني الأخيرة هيعمل إيه، ولكن مصطفى إلى الآن سيطرة امتلاك لمنتصف الرينج بشكل جيد، هو اللي بيقود النزال، هو اللي بيليد الفايت الى الان. توجيهات هنا، شوف التوجيه لكمات، وبيستنى يوجه اللكمه المضاده رامي متولي، لكن شايفين مصطفى يعني بكل هدوء اللكمات الطويله بتوصل حلو من مصطفى، لكن عايز يدخل شويه بالقدم الاماميه مع اللكمه الجاب، مع الجاب يدخل باللكمه بالقدم الاماميه نص خطوه عشان اليمين توصل بسهوله. مره ثانيه هنا مجموعه لكمه حلوه من مصطفى. نرجع ثاني لنفس الطريقه، محاوله هنا، مستني هنا مصطفى يعمل الكاونتر اتاك. حلو الفوتورك، خرج كويس مصطفى. رامي عايز يشتغل شويه، عايز يهاجم شويه
رامي متولي. حاول هنا من مصطفى، لكمات طويلة من مصطفى كالعادة. تمويهات هنا واللكمات الطويلة من مصطفى بنفس الطريقة. يعني الفايت من بدايته لنهايته بنفس الطريقة من كلا الملاكمين. هنا اللي بنتكلم فيه تغيير الاستراتيجية، وده بيكون على الكوتش، على المدرب، على الكوتش على الرينج، ازاي يغير الاستراتيجية. يحاول يعني لو كان ملاكم كاونتر اتاك يحاول يكون هو مهاجم شوية او العكس. نهاية الفايت هنشوف مين هيفوز بالنزال، هنشوف مين هيفوز بالفايت، هل مصطفى ام رامي. القرار طبعا للسادة القضاة في النهاية. فايز في نزال رامي متولي.